يا باب السماء وهالتسمية كلش قديمة من جنتي ضوى ربك هتف انت الكريمة الله بقالبك صبح حكمته وصرتي حكيمة واسمك فاطمة يعني شكثر انت عظيمة. هذه صاحبة هالليالي ترى هالاسبوع ليلتها اي والله قاضية الحاجات ام العباس ام البني. هذا النموذج الراقي يا ريت هذا يؤكد عليه في ذكرى رحيلها وشهادتها عليها السلام. سيدة التصاغر، امرأة من بنات الأشراف، بنت حزام الكلابية، أبوها سيد، أهلها سادة، أجدادها أشراف، مضرب مثل من الشعراء والفروسية عندهم. لكن أول ما تطب إلى البيت تقول لا أبو حسين غير اسمي، ما أريد يقولون علي عند فاطمة وفاطمة، تالي ما يقولون فاطمتين، ويصير اسمي معادل إلى اسم صديقة نساء العالم. لا بدل اسمي، بدل اسمي، من أكون، من أكون حتى يقولون هاي فاطمة وذيك فاطمة؟ فاستبدل أمير المؤمنين سلام الله عليه اسمها وسماها بأم البنين. وأي بنين عمي؟ أي بنين؟ أي بنين؟ إلا واحد منهم أبو فاضل. هذا في حد ذاته راقي. لكن هذا التصاغر، هذا التصاغر من أم البنين جعلها قاضية الحاجة. وجهك بيضة راعي العلام يم الزكية، وافي وظلت ما تنوصف أعظم وفية. احنا رايحين إلى البقيع، رايحين إلى البقيع وشايفين قبر أم البنين عليه السلام، صحيح لولا؟ إن شاء الله هم نروح مرة أخرى ونوقف على ذاك القبر الطاهر ونطلب حوائجنا وتقضى حوائجنا إن شاء الله. أسألكم يا أحبائي، إلا رحت للبقيع وزرت قبر أم البنين، أم البنين عليها السلام قبرها إلى جنب قبور، بصفة قبور، قبور منو؟ أحسن، عمات النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاث عمات إلى رسول الله، عاتكة وصفية أخت الحمزة شقيقة الحمزة وجمانة، دول بنات عبد المطلب. زين انت تشوف ثلاث قبور، هو هناك بعضهم يقول أربعة قبور، ثلاث عمات النبي والرابعة أم البنين، ولا نشوف الثلاثة عاتكة وصفية وأم البنين. ليش ما صار لأم البنين قبر منفرد؟ وليش طبعا أم البنين ما اندفنت يا إخواني ارتجالا، الذي تولى الصلاة عليها ودفنها منه إمامنا زين العابدين عليه السلام، يعني دفنت أم البنين عليها السلام بإشراف الإمام المفترض الطاعة، الإمام مختار لها المكان. ليش ما سوى لها قبر بروحها؟ داك هناك عندك قبر حليمة السعدية مرضعة النبي، قبرها بروحها. عقيل ابن أبي طالب قبره بروحها. أم البنين ليش جايبينها ويا بنات عبد المطلب؟ شوف التشريف، شوف التشريف من أهل البيت لمقام أم البنين. عباسك أخذ منك طبع زوده ومقامه، دايم ينحني لو شاهد حسينك إمامه، ما راضع لبن منك رضاع غيره وشغامه، ما راضع لبن منك رضاع غيره وشهامه، شنه الزعله طف كربله سوى القيامه، شنه. اجت قالت لا ارى لنفسي وجودا ولا ارى لنفسي اعتبارا، لا اقول انا بتحزام الكلابيه وعشيرتي واهلي واموالنا ومقامنا ودرجتنا، من طبيت الى بيتكم لا لا قيمه لي، قيمتي بكم. شوف اهل البيت وين ودوها، خلوها في مصافي عمات النبي بنات عبد المطلب، يعني من اشرف شريفات نساء بني هاشم. قالوا انت مو اجنبيه، صرتي منا، صفها زين العابدين ويا عمات رسول الله.
وهذا حتى تعرف إذا تصاغرت وتذللت لأهل البيت جعلك أهل البيت في أعلى المقامات، جعلك أهل البيت في أرفع المنازل، جعلك أهل البيت في المكان الراقي، ما يخلونك خادم، أنت تقول أنا خادم لا قيمتي، لكن يخلونك سيد. يا أم البنين انت شكثر بالغاضرية، يم المشرعة ويم الخيام وأول سبية، يم المشرعة يم الخيام وأول سبية.